أشادت عضوات مجلس الشورى بالإنجازات التي حققها ميثاق العمل الوطني على مدى 21 عاماً، وخصوصا في مجال تمكين المرأة، حيث عزز ميثاق العمل الوطني دور المرأة في عملية البناء والتنمية ضمن رؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في صناعة المستقبل. نستذكر بكل فخر جميع الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، وكانت هذه الانطلاقة للتشريعات التي يعني صبت في صالح المرأة بعودة الحياة البرلمانية، وأيضا هذه طبعا وتحديث المنظومة التشريعية لمملكة البحرين. فهذه فعلا يعني هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن بحريني، يعني هو يعني ميلاد تحتفل فيه جميع الفئات في مملكة البحرين وتستذكر بكل فخر كل هذه الإنجازات. هذه المناسبة عظيمة جدا، ونقلت البحرين نقلة نوعية من مرحلة إلى مرحلة تماما متقدمة، وخاصة بالنسبة إلى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة. طبعا كان نتيجة توقيع الميثاق أول شيء كان بالنسبة للمرأة هو تشكيل المجلس الأعلى للمرأة بقيادة ورئاسة صاحبة سمو الملكة الأميرة سبيكة. الشيء الآخر ثم يعني بدأ المجلس الأعلى يقوم بالعديد من الخطط، ولعل من أهمها استراتيجية النهوض بالمرأة. لم تعد المرأة اليوم مع عهد الميثاق هذا لم تجاوزت الحقيقة موضوع التمكين وانتقلت إلى موقع فاعل.